تواصل أيادي الخير الكويتية أعمالها ومشاريعها الإنسانية في دعم الشعب اليمني في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصحي. نعم، وعبر حملة الكويت بجانبكم افتتح مركز الشفاء الطبي للأم والطفل في محافظة تعز بتمويل من جمعية الرحمة العالمية وبتنفيذ من مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية. ضمن حملة الكويت بجانبكم، فقد دشنت دولة الكويت افتتاح مركز الشفاء الطبي للأم والطفل في مدينة المخا في الساحل الغربي في محافظة تعز، والذي يأتي بتمويل من جمعية الرحمة العالمية وبتنفيذ من مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية. هذا المركز الطبي المتكامل الذي تم بناؤه في مدينة المخا في الساحل الغربي بمحافظة تعز سيخدم شريحة كبيرة من السكان القاطنين في مدينة المخا، وأيضا جموع كبيرة من النازحين الذين يقطنون حاليا في المخا. بطبيعة الحال المركز متكامل من حيث العيادات الطبية المتخصصة، عيادات النساء والولادة والأطفال، وعيادات سوء التغذية، علاج أمراض سوء التغذية، وعلاج أيضا عيادات الخاصة بتقديم اللقاحات للأطفال. ويتكون المشروع من بناء وتجهيز مركز طبي يتكون من 6 عيادات طبية، هي عيادة النساء والولادة، وعيادة الأطفال والباطنية، وعيادة سوء التغذية، وتنظيم الأسرة والتطعيم، إضافة إلى مختبر حديث، وصيدلية، وغرفة طوارئ، وغرفة تعقيم، ومستودع، حيث تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية. هذا المشروع أتى بإشراف جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت. هذا المشروع في محافظة تعز مديرية المخاء سوف يقدم الخدمة لأكثر من 30,000 مستفيد في منطقة المخاء. هذه المنطقة محرومة من المشاريع الخدمية، يوجد فيها كثير من النازحين. يتكون المشروع من 8 عيادة تخصصية تهتم بالأم والطفل والطوارئ العامة. مشروع صحي جديد لليمنيين يضاف إلى رصيد دولة الكويت الإنسانية، حيث سيساهم المشروع في تعزيز الوضع الصحي في البلاد. تظل دولة الكويت هي صاحبة النصيب الأكبر في مد يد العون لليمنيين في مشاريعها، خاصة تلك المتعلقة بدعم القطاع الصحي، الأمر الذي يبدو واضحا مع افتتاحها لمركز الشفاء، أحد أكبر المراكز الصحية في محافظة تعز. مروى النبيل، لتلفزيون دولة الكويت، عدن.